الآن العفو قدم بهذه الصورة، وهذا أمر كان متوقع. إحنا كنا نتكلم وأنا دائما أنبه لهذا الأمر في كل مكان وكل محفل أقوله، كل إيش تبي بالحكومة؟ أنت كم عندك؟ عند رجالك ورد الماء مثل ما يقولون. يا أخي أنت إيش عندك بالحكومة؟ أنت عندك 15، جيب 32 وخلهم بالمكان بالمزهدة مثل ما يقولون. عندك يا أخي عدد، عندك اضغطوا على الناس، اضغطوا على النواب. اذا انت جبت العدد 32 ما انت محتاج حكم، يلا روحوا انتم حكومتكم، يلا سووا اللي تبون. انا عندي 32 وبمشي رغبتي وبفصل القانون وبفصل كل شيء. يا اخي ما يصير. احنا نقدم العفو الاول 2017 وحنا كنا طالعين من معركة انتخابية كانت موضوعها الجناسي والعفو، كلكم تعرفون هذا الامر، جناسي وعفو. ننطق بالجناسي وننطق بالعفو في 11/4/2017، انطقنا بالجناسي وانطقنا بالعفو. احد تكلم؟ احد حاسب؟ ولا لا جاكم قلطوه في صدر المجلس؟ ليه ما حسبتوهم؟ طقوا العفو الشامل ذاك الوقت ما جبنا الا 20 واحد او 21، ما حد حاسب احد. طقونا بالجناسي اللي الناس طلعت على الشوارع وانسجنت بهالقضيه على موضوع الجناسي، ما حد سوى لهم شيء. لذلك يا اخوان انا اقول الدور عليكم. صحيح الصناديق لها وقت ولها دور ولها حساب، لكن لازم يحس انه في عقاب، انه اذا ما حس لا كان لك موقف حاسم لا راح يعاقبك، راح يوقفك عند حدك. ليش احنا الان نقول ردوه وكذا؟ لان عندنا احساس ان ما عندنا عدد، قد يكون ما عندنا عدد، لكن لو عندنا عدد ظهورنا قوي. يا حبيبي حطه على جدول الاعمال وصوت، ولا هميتني لا انت ولا الحكومه وراك، وعندي العدد ممكن وبفصله وبصوت عليه وبعطي العفو للمستحقين من ربعنا اللي قاعدين يشردون في الخارج. بس المشكله ان ما عندك عدد، والعدد بسيط نقدر نحصل عليه لو تضافرت الجهود بيننا كناخبين ونائبين في الضغط على الآخرين، راح نحصل هذا الأمر. وما أعتقد أنه صعب هذا الأمر. لذلك أنا أعتقد أن الدور الأكبر علينا إن شاء الله في حشد المواقف، ولازم تحط لك ترتيب على كل شيء. زين أوكي، نبي الردة التشريعية، هذا رغبتنا، نبي نفصله، هذه رغبتنا. زين وإذا ما جت على ما تتمنى، إيش تبي تسوي؟ لازم يكون عندك خطة ثانية، إنه يكون عندك عدد، وإنك من هني لأربعة اثنين تحشد هذا العدد حتى لما يصير امر اخر لعددك عندك ورجالك عندك. لذلك المطلوب الان من هني لاربعة اثنين حشد ورص الصفوف وتجميع الناس وحثهم. ولا حد يتجاملون يا اخي، ليش يتجاملون؟ انا مضايق، ليش يتجامل؟ ما انت لا تجامل، ترى النجاح بيد الله سبحانه وتعالى والسقوط بيد الله سبحانه وتعالى. بس لازم يسمع الشخص انه في ناس تحاسبه هني، الناس اللي تهدف للمكاسب الشخصيه يعرف ان في ناس تحاسبه وتوقف عند حده وتقول له بريك، وراح يحاسبك اليوم ولمده 4-5 أشهر راح يحاسبك على هذا الامر. والموضوع الاولاني طافت علينا العفو الاولاني والجناسي وغيره، ما راح تطوف هالمره هذه. القدر ما يركب الا على ثلاث، مرتين انطقينا، هذه باقي ثالثه ما تطوف. واذا طافت العيب مو الحكومه، منا حنا الامر بيدك مو بيد الحكومه.